بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبلغ لكتاب الله تعالى، ومبين لأحكام القرآن الكريم، وموضح لآياته البينات. ونزل القرآن الكريم على حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل متفرق، ما نزلش دفعة واحدة، نزل متفرقا على حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة. وفي خلال ذلكم الزمان الشريف يبلغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يبلغ قومه ويبلغ من حوله، وبيفصل ليهم تعليم الإسلام وبيبينها وبيوضحها وبيطبق أحكام القرآن الكريم. فقد كان صلى الله عليه وسلم رسولا معلما وحاكما وقاضيا ومفتيا وقائدا طيلة حياته، عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية وأتم السلام. لذلك كل ما يتعلق بالمسلمين، سواء كان صغير أو كان كبير، سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على مستوى الأفراد، حياة الأفراد المسلمين في كل مختلف نواحي حياتهم وفي جميع شؤونهم، مما لم يرد في القرآن الكريم فهو من السنة النبوية المطهرة. وكذلك ما يوجه النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح ما أجمل ذكره في القرآن الكريم. السنة دي وظيفتها تشرع بأمر الله تعالى ما لم يأتي تفصيله وبيانه في القرآن الكريم. كذلك من ضمن ذلك ما لم يرد في القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة بتشرع وبتشرح وبتوضح وتبين. وهكذا وظيفة السنة عظيمة في بيان أمر الدين الحنيف. كان ده كله إما بالسنة العملية اللي هي اللي كان بيقوم بيها بيمارسها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام
منتهى الدقة بيتلقوا وبيراقبوا وبيشوفوا كل حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان ده من قبيل السنة القولية اللي هي من الهدي النبوي الكريم القولي اللي بيرشد به المسلمين وبيوجه إلى معان رائقة عظيمة في مجال العقيدة، في مجال العبادات، في مجال المعاملات، في مجال الأدب، في سائر شؤون الحياة، أو كان ده من قبيل السنة التقريرية وهي اللي أقر فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعترض عليها، زي إيه مثلا؟ زي إقراره صلى الله عليه وسلم فعل الصحابي الجليل عمرو بن العاص لينا، لأنه سيدنا عمرو بن العاص أصبح يوما جنبا، كان على جنابة في ليلة باردة، وكانوا هم في الغزو وكانت الليلة شديدة البرودة، فسيدنا عمرو بن العاص عمل إيه؟ تيمم وصلى بالصحابة يعني لم يغتسل وتيمم لشدة البرودة، واستدل بقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، لأنه كانت البرودة شديدة جدا، ولو اغتسل من الجنابة ساعتها ربما كان ألقى بنفسه في التهلكة، فاعتمد على قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فبلغ فأقر النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولم يعترض على ذلك الفعل، وده معناه السنة التقريرية. وبالتالي مجموع كل ده، السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية، انت بتجد بين ايديك مجموعة كبيرة من الأحكام والأداب والعبادات والقربات وغيرها اللي شرعت زمن النبوة الشريف، وقام الصحابة الكرام بأن هم بيطبقوا ده، فسنت للجميع هديا خلال ربع قرن من الزمان. اللي عايز أقوله إن السنة النبوية المطهرة لم توضع دفعة واحدة كمجموعة كده من الشرائع أو الوضعية أو القوانين اللي الناس بتتوافق على وضعها، أو إنها وضعت مجموعة من الأحكام الخلقية اللي بيمليها بعض الحكماء والوعاظ زي ما بيقول بعض المستشرقين من الغرب هذا الكلام، وزي برضو ما حضراتكم شايفين انه بيردد نفس الكلام ده كالببغاء اللي بيسموا انفسهم اهل تنوير والحقيقه هم اهل تخريب، لان الانسان لما يتكلم عن جهل يبقى ده تخريب وليس تنوير. ولابد من جهه التأصيل العلمي ان احنا نقول ان الكلام ده قالوا قبل كده مستشرق كبير معروف اسمه جولدسيهر، اللي اعتبر انه ليس صحيحا، وده حد كلامه، ليس صحيحا ما يقال بان الحديث وثيقه للاسلام في عهده الاول اللي هو سماه بعهد الطفوله اللي هو الزمن الاول زمن النبوه، ولكن هو بيقول لكنه ده اثر من اثار الاسلام في عصر النضوج. يعني هو عايز يقول جولدسيهر انه السنه دي كأن المسلمين كده قعدوا في وقت التقدم، يعني عايز يقول في القرن الثاني والثالث، المسلمين كده قعدوا قعدة كتبوا وألفوا في عصور النضج في القرن الثاني أو الثالث وألفوا السنة، قعدوا يكتبوها ويألفوها، وكان هنا بيعتبر أن ده تطور طبيعي للحركة الفكرية اللي كانوا فيها، فأدت إلى أن هم يألفوا السنة ويضعوها كأن مجموعة من الحكماء والأدباء اعتمادا على انها امه كانت الكلمه فنها الشعر والنثر. وده نفس الكلام اللي بيقوله ادعياء العلم في زماننا، نفس الكلام، يقول لك لا السنه ما لم تكتب، السنه ثلاث ارباعها مكتوبه، لا ده كتبوها في القرن الثالث، وكان حياه النبي عليه الصلاه والسلام المباركه في الزمن الشريف والصحابة الكرام التلامذة اللي تلقوا هذا العلم، يعني بننفي هذا الوجود وبننفي هذا التفاعل اللي كان موجود. يعني واحد زي هذا المستشرق ومن سار على دربه عايز ينفي وجود الحديث أصلا زي ما دول بيعملوا، عشان تعرفوا أنها أصلا حركة استشراقية غربية، الكلام ده كله مردود عليه، بس إحنا عشان اللي ما يعرفش يعرف وتبقى الناس فاهمة أن المسألة أساسها في الرد لابد يكون بعلم وبهدوء، نفند
الشبهات بهدوء، وإن الشبهات دي أثارها يعني أعداء الإسلام من المستشرقين. طبعا مش كل المستشرقين كانوا أعداء للدين الحنيف، الغالب منهم، لكن في مجموعة من أهل الاستشراق وهم اللي مش عرب، مش من لا يتحدثون اللسان العربي، درسوا اللغة العربية إما عشان يتبحروا في علوم اللغة أو يتبحروا في القرآن أو يتبحروا في الحديث، عايزين يوصلوا للحق أو عايزين يطعنوا في هذا الحق. فده كان المدرسة اللي كانت موجودة، أساس الطعن في الحديث كان في بيئة الاستشراق. جولدسيهر ادعى أنه لم تكن السنة وثيقة للإسلام في عهده الأول أو في زمن الطفولة كما أسماه، وعايز يقول أنه لم تكن توثيقا لزمن النبوة، وعايز يقول أنه ما تعلموا في الصحابة من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ده ملوش أساس، عشان يثبت في النهاية أن السنة دي عمل بشري وليس وحيا من السماء، سعيا لإبطال معنى القول الحكيم في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويسعى كذلك مثل هذا المستشرق وغيره ومن يسعى ومن يسير على منهجه، يسعى لإبطال معنى قول الله تعالى وهو أصدق القائلين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لأن أنا النهاردة الآيات بتثبت أن هناك عطاء علميا عن طريق الوحي وما ينطق عن الهوى، فأين هذا العطاء العلمي إذا أنت بتقصد منه هدم السنة؟ من يظن أنه يستطيع هدم السنة؟ وهذا لا يمكن أن يكون أبدا، ده كلام باطل، لأنه أريد به تكذيب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإبطال الرسالة من أساس. وهؤلاء عاملين زي الناعق، بيقولوا حاجات وهم لا عارفين أصلها ولا فصلها، ولا بيدرسوا دراسة متحققة فيها تخصص، فيها احترام التخصص وفيها رجوع لأهل العلم أرباب التخصص. لا، الناس عايزة تعمل علماء وهي قاعدة بتتسلى، ومنظمات وتكوينات ومش عارف، يسعوا إلى التنوير ومش عارف التفكير، بس مش لما أتعلم الأول أبقى أنا أقدر أصدر العلم للناس. الغرض من الطعن في السنة لمن زعم أنه يطعن في السنة والطعن في القرآن الكريم، لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يقول ويوجه في هذا الكتاب الخاتم القرآن الكريم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل واتقوا الله، يبقى هناك عطاء لابد أن نتلقاه بحرص. يجي واحد مستشق ينفي العطاء، فبينفي القرآن أصلا ويسير خلفه من يسير. الغرض إبطال الرسالة المحمدية والتكذيب بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتكذيب بما أرسل به من عند ربه. لأنه إذا كان هناك رسول، المنطق يقول كده، المنطق يقول كده، إذا كان هناك رسول مرسل من رب العالمين فبالتالي هناك وحي وهناك رسالة وهناك رسول معلم قدوة، وبالتالي في عملية تعليمية المعلم فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، والمادة وحي من السماء، المادة العلمية وحي سماوي، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبالتالي في عملية تعليم وتعلم، وهناك تلامذة متلقية ومطبقة لما تعلموه من الجناب النبوي الشريف، وبالتالي هناك علم عظيم خلفوه اللي هي السنة. لذلك لم تكن السنة أبدا مجموعة من القوانين ولا الشرائع اللي قعد المسلمين كده في القرن الثالث زي ما دول بيقولوا كلام المستشرقين، بعض المستشرقين بجهل قعدوا كتبوا الحديث. حديث إيه اللي هيترك من القرن الأول من زمن النبوة للقرن الثالث لم يحفظ؟ هل هذا عقل أو هذا يعقل؟ اللي بيقولوا إنه دول المسلمين قعدوا وكتبوا الحديث ده في القرن الثالث الهجري كما يدعي هذا الكلام ذلك المستشرق وغيره كتير جدا، لأن المستشرقين في غالبهم فكرة الوحي، فكرة الغيب، هو قدامه، هو عايز يشوف اللي قدامه بس، الملموس، المادة، كل ما غاب عن حدسه هو لا يؤمن به، منكره،
هم بينكروا الوحي، حتى أغلب كتب الاستشراق فيها هذا الكلام، قلت سيهر نولدك غيرهم كتير جدا، اللي لو أنت غصت في كتب في كتبهم اللي أفنوا فيها أعمار طويلة جدا، لكن هباء منصورة، لأنه لم ينتهي إلى الحق. هو بالنسبة له هو داخل بيجمع المادة عشان يطعن في الرسول والرسالة، ويجي أو تيجي أجيال المفترض إنها مسلمة فتنحى نحو هؤلاء دون وعي ودون تعلم ودون تخصص ودون تلقي للعلوم والمعارف بصورة علمية متخصصة. فالإنسان هو بيتعلم هيعرف يمارس العملية النقدية، ولكن على أساس علمي رشيد. كانت حياة الصحابة علمية تطبيقية، عاش الصحابة العلم ده بأنهم يتلقوه بالطريقة المباشرة، أنه نبي يجلس إليهم ويعلمهم، وتلقوه بالتوجيهات، فما تعملش كذا واعمل كذا، وتيجي على مستوى الأفراد أن يجي منهم بعضهم يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فيوجه النبي عليه الصلاة والسلام، وتيجي عن طريق القدوة العملية يشوفوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إيه فيقلدوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة عاشوا السنة فحملوها مش في الصدور في السطور بس، في السطور وفي الصدور، تلقوها حفظا في الصدور والسطور، ومارسوها وأجادوا في كل ذلك، لأن السنة شرعت لتربية الأمة اللي هتحمل أمانة الوحي للعالمين. فشرعت السنة لتربية تلك الأمة العظيمة، الأمة دي هتتربى دينيا واجتماعيا وخلقيا واقتصاديا وسياسيا، تربى عشان هتخرج للعالمين بهذه الرسالة، تربى وتوجه في السلم وفي الحرب وفي الرخاء وفي اليسر وفي الشدة. السنة جاءت لتحمي هذا الجيل، وفي نفس الوقت يكون حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بينهم قدوة حية نابضة. السنة بتتناول شتى النواحي العلمية والعملية، لذلك صنعت السنة المطهرة جيلا فريدا عظيما مبهرا للعالمين، وتلكم هي الصورة الحقيقية. والتطور الطبيعي لوجود والمنطقي لوجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في ذلك الزمن الشريف، والرسالة لمع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مش هيكون يعني لم يكن من السهولة أنه هيجي نبي عليه الصلاة والسلام يقولهم اعملوا كذا ومتعملوش كذا ففجأة هم ينقلبوا مما كانوا عليه من ضلالات إلى الهدى، شيء مش ممكن. يعني ينقلب الناس آنذاك فجأة شيء مش منطقي، ومش هيتحولوا بين عشية وضحاها عن الأمور التي ألفوها في الجاهلية من عادات وتقاليد وعقائد ويتحولوا إلى الإسلام فجأة كده في نظامه وتعاليمه وعقائده وعباداته فجأة كده، لا ما يمكنش. إنما يجي ده عن طريق التدرج اللي أراده المولى سبحانه وتعالى ليخرج أمة عظيمة. طب وده هيتم إزاي؟ هيتم بتوجيه النبي المباشر بالتعليم المباشر، يتلقوا القرآن يتلقوا السنة، يشوفوا القدوة بينهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشوفوا سنة النبي القولية وسنة النبي العملية وسنة النبي التقريرية، وكل ده مع بعضه يخرج الأمة دي اللي خرجت أمة عظيمة أقلقت ساعتها جميع الأمم العظمى وأربكتهم، لأنهم تخرجوا في مدرسة النبوة اللي تلقوا فيها العلوم والمعارف اللي هي مفاتيح العلوم كلها والمعارف كلها، وطبقوها، طبقوا ما تعلموا، فأخلصوا في التلقي وأخلصوا في العمل، وكذلك حفظوا ما تعلموا في الصدور وفي السطور. وكان يجب على مثل هؤلاء المستشرقين لو إنهم تجردوا في العلم والبحث إنهم يقولوا الحق، وهو ما انتهى إليه المسلمون في عصور النضج والازدهار، إنه مش هيجوا هم إذا لم يكن هناك أساس قوي في زمن النبوة. إزاي يعني في القرن الثاني والثالث هيعودوا بقى ويقولك أصل ده في زمن النضج والازدهار؟ طب إيه أساس النضج والازدهار؟ إنما هؤلاء مثل هؤلاء المستشرقين ما عندهمش نظرة حق ولا يقولوا الحق، لأنه الأساس كان في زمن النبوة.
كان الازدهار اللي حدث في القرن الثاني والثالث وبقى تشتد قوة وشوكة المسلمين، ما كان ذلك إلا ثمرة ما تعلم ذلك الرعيل الأول في زمن التأسيس، زمن النبوة الشريف. ولكن هذه الحقائق تعمى على من قال الله فيهم، كما ذكر ربنا في سورة الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مرحبا بكل مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون، مرحبا بالجميع. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا. بنتلقى أسئلة حضراتكم وبنشرف بالتفاعل معها. احنا بنجاوب على الأسئلة في اليوم المخصص للرد على أسئلة حضراتكم. احنا بنلتقي حضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربعاء هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم، لأنه بناخد وقتنا بقى في سرد الأدلة والأجوبة، بتبقى أجوبة تفصيلية. وكمان بنعرض اليوم ده اللي هو يوم الأربعاء كتابنا، كتاب قلوب عامرة، الكتاب اللي كان بيتذاع في رمضان يوميا، بيتقسم على طول العام ان احنا بنعرض تباعا كده كل يوم أربع فقرة من فقرات الكتاب بالترتيب زي ما احنا ماشيين. كتاب قلوب عامرة، الرواية فيها الرواية بتاعت القراءة بتاعتنا برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. ناخد من معنا؟ أستاذة أميرة. ألو، أهلا وسهلا. ازيك يا استاذه نادية؟ اهلا وسهلا يا استاذه اميره. الحمد لله حضرتك الحمد لله. الحمد لله نعم. انا عايزه اسال حضرتك سؤال مبدئيا في الدين عشان ببقى شايله حرمانيه قدام ربنا. انا كنت متجوزه وطلقت من جوزي وهو ما بيسالش عليهم. وهو ما بيسالش عليكم؟ ما بيسالش عليهم، لان انا قلت بعديه كان ربنا ابتلاني بمرض السرطان، وكنت اتجوزت من شخص تاني وتوصل الله. فبناته لما بتيجي تتصل بيه حاليا ما بيقولهمش الا انا اجيب لكم منين، ما بتتصلوش بيا الا عشان عايزين مني فلوس. وانا ما فيش في ايدي حاجه اللي انا اعملها، وبناتي رافضين ان هم يتعاملوا معاه تاني خالص. هو حضرتك كنتي على ذمته ساعه لما جاله المرض وسبتيه؟ لا، انا اللي جالي المرض مش هو. نعم، انا
حضرتك؟ ايوه. وهو ساب حضرتك؟ اه. وبعدين حضرتك تزوجتي بعدها؟ ايوه. وهو بعد كده الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. وبعدين امين يا رب. وبعدين هو مش بينفق، طليقك مش بينفق على بناته يعني خالص، والبنات طريقه معامله الوالد بتخليهم مش عايزين يسالوا عنه خالص، مش عايزين يتعاملوا معاه خالص. هل هما بيسالوا عنه سؤال مطلق من غير طلب ماديات، ولا دايما بيسالوا لما يكونوا عايزين فلوس؟ لا لا، هما بيسالوا عليه في الدوام على طول. جت بنتي احتاجت عمليه وانا ما كانش في ايدي لان انا ماليش دخل، اتصلت بيه علشان تتكلم معاه وتقول له انا محتاجه فلوس، انا في عمليه هعملها محتاجه فلوس. راح قال لها انا اجيب لك منين، انا ما معيش. تمام. وهو معاه من الست الثانيه. طيب. اولاد تانيين. السؤال ايه بقى بالظبط؟ انا هشيل حرمانيه على موافقه بناتي اللي هم ما يتصلوش بيه تاني. حاضر. وبعد اذنك سؤال تاني. اتفضلي. من فضلك. اتفضلي. انا لو انا وعلى ذمته كان في ناس جايبين هدوم لبناتي، فالهدوم دي كان فيها مبلغ. والناس دي جم سالوا عليه عن المبلغ دون، انا ما شفتهوش. فقالوا ما فيش، قلت لهم ما فيش لان انا ما شفتش حاجه. وما حاولتيش تفتشي او تشوفي ساعتها؟ لا انا ما شفتش، لان كان جوزي اللي هو ابو البنات كان شاف وكان خد الفلوس اللي كانت موجوده اللي الناس سالوا عليها. الناس سالوا بمبلغ ما كانش هو المبلغ اللي موجود. بناتي لما جم في مره راحوا عنده، كان عنده مشكله في بيته التاني، فعرفوا بالحكايه دي. يعني هو لقى الفلوس في الهدوم دي خدها؟ ايوه. وانت عرفتي منين ان هو اللي خدها؟ بناتي لما كانوا عنده من سنه. يعني انت تاكدتي من غير تفصيل، حضرتك تاكدتي ان هو اللي خد الفلوس؟ ايوه. طيب. أيوة. انا اشيل وزر. طب ما قلتلوش ان الفلوس دي مش بتاعتكم وعليكم تردوها لاصحابها؟ لما حاولت اتكلم ما سمعتش الا حاجات مش كويسه. بس كان يجب على حضرتك ساعتها انك كنت فتشت الهدوم دي، شفتيها حكت الحاجه اللي جات لك، طالما الناس قالوا لك ان فيها فلوس. ولا لان هو كان جاي له في الوقت ده هدوم دي للشغل، وهو خد الهدوم والست كانت قاعده معايا ودخل بيها في اوضه ثانيه وانا ما كنتش اعرف. يعني هو اللي استلم المال؟ اه. طيب، استلم الهدوم اللي كانت فيها المال. طيب يا فندم، شكرا لحضرتك. معانا استاذه شيماء. استاذه شيماء ست ام مصطفى. السلام عليكم. ازيك يا دكتوره؟ عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كل عام وانت بخير. وحضرتك طيبه يا فندم. حضرتك طيبه. عايز اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل. يعني انا كنت انا متجوزه يعني جوزي وهو متجوز واحده ثانيه. بس هو كتب البيت باسم انا، فهل هو عليه حرمانيه عشان هو اتوفى؟ هو كتب؟ كتب البيت باسم انا. باسم حضرتك وما عندوش غير البيت ده؟ هو البيت ده اللي حليتنا ما فيش غيره. البيت ده يعني منزل؟ انا مولاده. افندم؟ انا مولاده، انا الاولانيه. هو اتجوز عليا. وبعدين هو عشان يراضيكي كتب لك البيت يعني؟ انا كنت لما عرفت ان هو اتجوز كنت سايبه البيت وماشي. فقعد يقول لي هتخربي البيت ومش هتخربي البيت، قلت له انت اللي خربته مش انا، انت رحت اتجوزت عليا خلاص بقى، عيالك كبار هم كانوا اتصرف في. طيب ما بعد ما هو كتب اديك البيت في حياته يعني؟ كتبه في حياته. ده كتبه يعني هو متجوز من 2014، كتبه لي بعد ما اتجوز على طول. وحضرتك يعني فانا بسال يعني يكون هو شايل حرمانيه في موضوع البيت ده ولا حاجه؟ حاضر. عشان كتبه لنا يعني. هو الغرض كان انه يحرم الثانيه، ولا الغرض انه يراضيكي؟ لا، عشان يراضينا. يراضيكي انت؟ عشان يراضينا، عشان كنت انا بقول له خد عيالك وانا ماشي. طيب، شكرا شكرا ست ام مصطفى. استاذه فتحيه، بس بسرعه يا ست فتحيه معلش. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا عايزه اسالك سؤال. اتفضلي.
يلا يا استاذه فتحي. في امي مش عارفه بتعاملنا معامله وحشه. يمكن انت بتتعصبي عليها. لا والله ما بتعصبش عليها ولا بعملها وحش خالص. يمكن والدتك مرت بظروف صعبه ولا حاجه فخلقها ضيق. ما اعرفش بقى، ده انا بحاول اقرب منها واكلمها وهي بتعاملني معامله وحشه خالص. انت متجوزه ولا مقيمه معاها في البيت؟ لا انا متجوزه. يعني مثلا انت بتروحي لها بقالك قد ايه متجوزه؟ انا بقالي 20 سنه متجوزه. وال 20 سنه هي بتعاملك وحش ولا من صغرك يعني بتعاملك وحش؟ لا هي كده لها فتره كده بتعاملني وحش، وكل ما اروح ما بتقابلنيش مقابله حلوه، ما ببقاش عايزه اروح بقى. يعني انا لو ما رحتش كده. طب يا انت مش يعني انت فجاه هي كده ولا انت حصقعيت مرضت حصل لها حاله نفسيه حاله جسمانيه مش مظبوطه يعني؟ أكيد في سبب. لا ما حصلت أي حاجة خالص كده، هي كده. عمرها قد إيه؟ عندها 60. عندها 60 سنة؟ والدك موجود؟ لا والدي متوفي له 15 سنة. إخواتك موجودين؟ يعني ليكي إخوات؟ أيوة إخواتي موجودين كلهم. ما سألتيهمش؟ هل بتعاملهم هي برضو نفس المعاملة الوحشة دي لحضرتك ولا ما سألتيش؟ هي بتعاملني بس أنا واتنين من إخواتي كده معاملة وحشة. آه بنات ولا ذكور؟ انا عايز اسال بس حكم الدنيا، يعني لو انا قطعت انا علي وزر ولا حاجه؟ طبعا عليكي وزر من غير اي كلام. وهرد عليك. معلش لا ما لازم المعامله الوحشه دي نشوف سببها ايه، هي مش هتيجي بتعامل كده، من لازم نبقى صادقين مع نفسنا. هنطلع الفاصل، هستاذنك يا استاذه فتحيه، لازم نطلع الفاصل. بعد الفاصل ان شاء الله نبدا في رد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. أستاذة أميرة مطلقة، أبو أولادها ده ما بيصرفش عليهم، البنات لما بيكلموا أبوهم عايزين فلوس، عايزين يسألوا عليه يطمنوا عليه، بيعملهم بطريقة وحشة. سيدة الفاضلة، التعامل اللي المفروض يكون بين الأولاد وبين والدهم من القواعد المعروفة والمقررة في هذا الشأن إن البر مطلوب على كل حال، وكمان النفقة واجبة على الأب تجاه أولاده بأنه ينفق عليهم طبعا على حسب طاقته، كل على قدر يساره وإعساره. ولا يجوز أبدا أختنا الفاضلة الست أميرة إن احنا نحرض البنات على عدم صلة الوالد حتى لو ما بينفقش، بل بالعكس أنا عايزة حضرتك تقومي بأنك تعينيهم على القيام ببر هذا الوالد الجاحد في أنه واقع في عقوق أولاده بأنه لا ينفق عليه. رحم الله والدا أعان ولده على بره، النبي صلى الله عليه وسلم نصح الوالدين بذلك، أنه نعين أولادنا على البر. اللي بيعملوا ما بيعينهمش، بس هما لازم يجهدوا أنفسهم للقيام بحق هذا الوالد حتى وإن لم يقم هذا الوالد بحقهم. بالنسبة للسؤال الثاني، اللي الناس اللي جابوا لكم هدوم وان الهدوم دي كانت فيها فلوس والزوج استلم الهدوم دي وكان فيها فلوس وخد الفلوس دي، فبتقول انه اصحاب الهدوم دي لما جابوها لهم قالوا لهم ان فيها فلوس، قالوا لي الزوجة، فالزوجة قالت لا ما فيهاش حاجة، فهي بتقول انا ما اعرفش ان فيها اصلا وان الزوج هو اللي استلم واخد الفلوس اللي كانت في هذه الهدوم. رد الأمانات والودائع لأصحابها أمر ما فيش فيه كلام، يعني دي أمانات إحنا هنسأل عنها يوم القيامة. ولا يخون الإنسان المؤمن أخاه الإنسان في أي شيء، فكان وجب على الإنسان إذا ما وصل إليه أمانة أخيه اللي هو ملوش حق فيها إنه يرجع المال لأصحابه أو الأمانة لأصحابه. ولو كان الأمر زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي وشرحتي، فالوزر في الحالة دي هيكون على ذلك الزوج اللي أخذ ذلك المال ولم يبلغ أصحاب الحاجة دي اللي كان فيها المال عن هذا المال شيء، وكان لابد من الاحتياط، يعني أنه حضرتك كنت بلغتي الزوج اللي استلم الهدوم دي أنه في ناس جم وسألوا عن الفلوس اللي كانت في هذه الملابس،
فكان لابد من الاحتياط بإعلامي هذا الزوج عشان يبقى أنا ساعتها ألقيت بالمسؤولية عليه. يمكن إن وجدتيهم أهلي يعني كرم وأخلاق إعلامهم، وإن حضرتك تطلبي منهم المسامحة بإنك أنت فعلا ما كنتيش خدت يعني ما تعرفيش إنه فيها فلوس، وتستسمحيهم في هذا الأمر إذا ما كنتيش قادرة تسدي الفلوس دي. وإلا الحل الثاني إن حضرتك إنه يقوم الزوج بأداء هذا المال اللي أخده، فأنا بروح وبقول له أصحاب هذه الأمانة سألوا عليها وعلمت من بناتك إن أنت خدت المال ده، فدي أمانة أنت هتسأل عنها يوم القيامة، أنا أعلمك عشان أبرئ ساحتي أمام الله سبحانه وتعالى. ست أم مصطفى هي الزوجة الأولى، والزوج تزوج عليها زوجة تانية، فعشان يسترضي زوجته 2014 كتب لها البيت عشان ما تسيبش البيت وكده. كتابة البيت باسم واحدة من الزوجتين، لو كان التصرف ده يعني وهو بكامل أهليته يبقى، والتصرف ده كان على عين حياته، فهو نافذ شرعا وقانونا. ولو كان الغرض من كتابة البيت حرمان الباقي فعليه إثم، وإن كان الغرض من كتابة البيت ليس القصد منه حرمان أحد وإنما ترضية هذه الزوجة فلا إثم عليه. يا صاحبة السؤال، وحضرتك أدرى أين تكون الحقيقة إلى حد ما، على أساس أنك أنت اللي طلبتي أو هو اللي سعى إلى فعل ذلك يعني من غير ضغط أنت منك عليه. الأستاذة فتحية بتقول أن أمها بتعاملها معاملة وحشة، وهي متجوزة بقالها 20 سنة، وكل ما تروح لها بتعملها معاملة وحشة. يعني أنا النهاردة لما أجي أقول أصل أمي بتعاملني معاملة وحشة من غير أي حاجة، ما حاجة من الاتنين، يا إما أنا وحشة في التعامل معاها فهي زعلانة فمش عايزة تتعامل معايا بطريقة يعني لطيفة أو بتنفس عن غضبها، يا إما الأم دي فيها شيء. قلت لا هي ما فيهاش أي حاجة، إحنا إيش عرفنا اللي في نفسها إيه؟ يمكن في شيء مزعلها شايلاه في قلبها او في نفسها، يمكن مرضت، ما حدش عارف. انت ما انتش ما تحكميش على الامور كانك كل حاجه، ما تعرفيش وضعها ايه النفسي. يمكن بدات تحس انها وحيده فبتضغط كده عليكوا عشان تسالوا عليها اكتر، كل ده وارد. انما اجي اقول كده لا هي ما بتعاملنيش كويس ومن غير اي سبب، شيء مش منطقي. فلازم نتعامل مع امهاتنا وابائنا بالحكمه وبالصبر، لأن ربنا نفسه أمرنا بكده، وبالذات عند الكبر. ونتعامل بالحيلة، ونتعامل بالهدايا مرة، وبالكلمة الطيبة مرة. يمكن تكون محتاجة حاجة وانتوا شايفينها ومش واخدين، وانتوا بتتعاملوا معاها ومش حاسين بيها، فبتنفس عندها على قد فهمها وثقافتها بالطريقة دي اللي احنا مش معاها قوي. لكن بنقول برضو نذكر، رحم الله والدا أعان ولده على بره. لازم احنا كأباء وأمهات نعين ولادنا على البر بان احنا نعملهم كويس، ما نعملهمش وحش فيضطروا يعملونا وحش، او يبقى صعب قوي عليهم ان هم يقوموا بالبر معانا، نخلي بالنا. فادعي رب العالمين سبحانه وتعالى بصلاح الحال والبر، عشان انت جايه تاخدي رخصه مننا في قلوب عامره انك لا انك تقطعي الصله بها، هذا كلام لا يمكن ولا ابدا يمكن نقوله. البر مطلوب على كل حال، وليك الأجر الكبير العظيم لأنها بتعاملك وحش وانت بتعامليها كويس. روحي سرديها وبوسي إيديها وخدي لها حاجة حلوة مرة، حاجة من إيدك مرة، حاجة شاريها مرة، على قدك. وأذكر حضراتكم في الإمام البخاري يعني عامل كتاب كده، يعني عقد البخاري في كتاب له في الأدب المفرد، بيقول باب كده سماه باب بر والديه وإن ظلم، وجاب تحت الباب ده أثر عن سيدنا ابن عباس، مروية عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال ما من مسلم له ولدان له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا يعني فتح أو فتح أو فتح الله له بابين، يعني باب من الجنة وإن كان واحدا فواحد. يعني أنا النهاردة بريت أبويا وعصيت أمي، يتفتح لي باب البر بأبويا وما يتفتحليش من أجل أمي. وإن أغضب أحدهما ولم يعني يرضى، يعني أغضب أحد الوالدين قال أنه لم يرضى الله عنه حتى يرضى عن الوالدين أو أحد الوالدين. بعدين قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما، بس ده مش معناه أن احنا نظلم أولادنا،
المعنى ان البر قائم للوالدين في كل وقت. هنحط مثل هذا الاثر مع ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه رحم الله والدا أعان ولده على بره، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا وفتحا مبينا وعزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق وبسر، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.